له من شيء مزعج؟ بقي علينا الثلج. أبي أبي لو ترى كم هو جميل، رائع لتدلج. ويجلب الروماتيزم. تعال يا أبي، هيا لنلعب بالثلج. علي أن أقوم بواجبك أب. أنا قادم. أي أخ نجا نجا. عفوا يا أبي، لم أقصد فعل هذا. أرجو ذلك. انظر يا أبي، انظر ما أروع المشهد. لا شيء أجمل من هذا في العالم. نهر من اللهب المتوقد والمندفع من بركان هائج أجمل بكثير. إن ذلك المشهد هو الذي يفرح القلوب ويشعلها. ولكن يا أبي، أنت لست شاعريا على الإطلاق. وإني أفتخر بذلك. هيا هيا نظف المدخل من هذا الثلج البشع. متى سيفهم هذا الولد؟ متى سيفهم؟ لم يبقى علينا إلا الثلج. أبي طيب، طيب جدا، ولكنه تنين. سأبدأ العمل. الثلج رائع رائع، ثلج رائع، ثلج رائع. صباح الخير غريسو، أنت تتمتع بعملك أليس كذلك؟ صباح الخير سيدي. صباح الخير. سأنتظركما في البيت لنأكل شيئا من الكعك معا يا أعزائي. شكرا، قبلنا الدعوة. سوف نأتي حتما، أنا أحب الكعك، سوف نأتي حتما. غريسو ماذا تفعل يا بني؟ ألا ترى إنني أبعد الثلج؟ ألا تعتقد بأنك ستتعب أقل لو أنك تصهره بلهبة جميلة؟ هذا ما أقصده أنا أيضا، وإلا ما هي الفائدة من كونك تنين؟ لا لا لا، يجب ألا تطلبوا مني ذلك. عليكم أن تعلموا بما أنني سوف أصبح رجل إطفاء، فقد أطفأت وللأبد كل اللهب المشتعل في صدري. يا إلهي، إنه يبدأ بنفس القصة المعتادة. لكن يا غريسو، ألا تعتقد أنك تبالغ؟ لا سيدي، رجل إطفاء المستقبل يلتوي ولكن لا ينكسر أبدا. لا تكن غبياً، سأفعل ذلك أنا. فقد انصهر الثلج، والآن استمع إلي جيداً. على الأقل لا تكلمني عن رجال الإطفاء أبداً بعد الآن، ولا تقل إنهم أفضل من التنين في أي حال من الأحوال. أتفهم ذلك؟ واضح؟ ولكن يا أبي، يجب أن نتطور. كفى كفى، اقنع نفسك بأنك تنين لمرة واحدة فقط على الأقل. لن تستطيع أن تعمل كرجل إطفاء أبدا، واضح؟ اهدأ يا عزيزي فوم، اهدأ، فغدا عندنا مناسبة سعيدة. معك حق يا سيد، إنه لمن الغباء تخريب هذه المناسبة الجميلة لأجل أمور تافهة. ولكني سأعمل كرجل إطفاء. وداعا يا أعزائي، إلى اللقاء غدا. إلى اللقاء سيد سيدريك. لقد وصل عزيزنا غريسو في الموعد المحدد تماما. يا له من تنين طيب. أشم رائحة حريق يا سيدريك. رائحة حريق؟ من يعرف إذا كان هذا الكريستال سيعجب عائلة ماك التنين. أرجو أن يتوافق مع أثاث بيتهم، من يعلم. لكن ما هذه الضوضاء؟ إنهم رجال الإطفاء. إلى أين يذهبون؟ لقد علقنا في الثلج. تحتاجون مساعدة؟ تأتي دائما في الوقت المناسب يا فوم، هل تستطيع أن تدفعنا؟ كيف لا، إلى أين تذهبون؟ إلى بيت السيد سيدريك، إن بيته يحترق. ماذا؟ بيت السيد سيدريك؟ لابد أن غريسو هو السوق كالعادة. شكراً. سأتي معكم، قد أساعدكم. شكراً يا فوم، هذا لطف منك. لا تخافي روينا، رجال الإطفاء قادمون. تباً للنار، تباً للنار، ليس لدي ماء لإطفائها. غريسو غريسو، ابتعد عنك أيضاً. لا تهتم بشأني، أنجو بنفسك. يا إلهي، والآن ماذا أفعل؟ النجدة النجدة،
أستاذ زوجي هناك. المساء المساء. أبقى مكانك سيد سيدريك، أنا قادم. أنا هنا سيد سيدريك. بسرعة افتحوا الماء. سيدي المياه متجمدة. أوه متجمدة؟ غريسو كان السبب؟ كلا كلا بالعكس، المسكين غريسو ما زال بالداخل. أنقذوه أنقذوه، سيحترق بالتأكيد. توم لا تقلقي، إنه ضد النار، إنه تنين قوي لا يحترق أبدا سيدتي. وأنتم لماذا لا تفعلون شيئا؟ إن الخراطيم متجمدة تماما فوم. هذا كل ما في الأمر، سأذيبها في الحال. ابتعدوا ابتعدوا. بدأت تعمل بدأت تعمل. المياه تغلي المياه تغلي المياه تغلي تغلي تغلي. أعطني الخرطوم وابتعد، أنا لا أتأثر بالحروب. أطلقت غير كاف إطلاقا. ارفعوا السلالم، هيا بسرعة. دعوكم من السلالم، سأعالج أنا الأمر. غريسو غريسو أنت بخير؟ نعم يا أبي، ولكن أبي يعمل كرجل إضفاء. غريسو لا تكن بليدا، أمسك الخرطوم كي يحضر من يساعدنا. تحت أمرك سيدي. لكن لماذا يضحك؟ لا تتدخل، هذه أمور عائلية لا تهمك. أنتم تعالوا معي، هيا هنا. شكرا أيها الزميل. تأدب، أنا لست زميلا لك، تفهم؟ تشجعوا يا رجال الإطفاء، هيا. كف عن ذلك يا ولد. وأنتم ماذا تفعلون هنا؟ نحاول فتح الباب. ابتعدوا ابتعدوا. تفضلوا الآن بالدخول. شكرا. تهانينا يا سيد سيدريك، فقد سيطرنا على الحريق. شكرا شكرا لكم. لا تشكرنا نحن يا سيد سيدريك، بل أشكر فوم، لولاه هو لاحترق كل شيء. لماذا يضحك؟ يا له من مسكين، إنه منفعل. غريسو كف عن ذلك، قلت لك كفى كفى. عزيزي فوم، باسمي واسم رجال الإطفاء جميعا نتقدم إليك بالشكر الجزيل، ونلقبك برجل الإطفاء الفخري للبلدة. مرحى مرحى. ماذا ماذا قلت؟ رجل إطفاء فخري. أنت يا أبي. ما هذه الخرافات؟ يريدون تشويه سمعتي. ضع هذه القبعة على رأسك يا سيد فوم، واستعد لنأخذ لك صورة ننشرها في مجلة الإطفائيين الخاصة. كيف تسمح لنفسك؟ إنني تنين، تعرف ذلك، أنا أشعل النار لا أطفئها. ولكن في الحقيقة يا سيد. في الحقيقة لا شيء، خذ قبعتك هذه واختفي عن وجهي. هذا شيء جميل، أنا أحب هذا. ولكن يا فوم، السيد لم يكن يريد أن يهينك. يعطيني أنا لقب رجل إطفاء؟ هذه إهانة ما بعدها إهانة. اهدأ يا فوم اهدأ، أرجوك اهدأ. كنت أريد فقط يا سيد. أما زلت هنا؟ اذهب وإلا سأحرق لك الخرطوم وكل المعدات. أهلاً أهلاً، كيف حالك يا غريسو؟ بخير، وأنت؟ بخير، أشرب القهوة كما ترى. لقد أحضرت لك هدايا. هدايا؟ لي أنا؟ ممن الهدايا يا ولد؟ لا أصدق. وهل تريدني أن أنساك أبي؟ أنظر أنظر لي؟ ما هذا؟ كتاب الجحيم لدانتي. رائع يا غريسو، رائع يا ولدي، رائع. وهذا المنظر يعجبك؟ بركان في زوف. أنا منفعل، علقه هناك. ماذا لدينا هنا؟ ثلاثة اسطوانات، رقصة النار، طائر من النار، وذلك الحريق أيضا. إنها موسيقاي المفضلة يا غريسو. أنت رائع يا ولدي، رائع رائع. سأغني سأغني. شكرا يا ولدي، شكرا شكرا لك، أنت رائع رائع رائع. فوم فوم فوم، ماذا أسمع؟ فوم فوم فوم، إطفائي يوم بطل. فوم فوم فوم، إطفائي يوم بطل.
بطل فوم فوم فوم. فرقة موسيقى الإطفائيين تقدم لك الهدايا. شكرا على كل هداياكم، ولو بحت أصواتكم لن أكون أنا إطفائيا أبدا. إنهم يحبونك، والآن أرجو أن تراضيهم. هيا هيا يا رجال الإطفاء. بوم بوم بوم. إطفائي.